كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ف
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.